عليكم. النهارده ايه؟ النهارده السبت، ويوم السبت كده بيبقى يوم طيب ويوم منور، لان حضراتكم عارفين ان اليوم ده هو اليوم اللي بيشرفنا فيه مولانا الشيخ محمد رضا من علماء الازهر الشريف ومن مؤسسه نبض الحياه. شرفتنا يا فندم. الله يبارك فيك يا استاذ، ربنا يزيدك نور يا رب. ربنا يعزك. الله يخلي حضرتك. الله يخليك. حضراتكم معودنا في الفقره دي بنبتديها بالصلاه على سيدنا النبي. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. مولانا، عايز حضرتك تكلمنا عن معنى الغفلة. يعني إيه إنسان قلبه غفلان؟ أولا، الله سبحانه وتعالى جعل ذكره ذكر للإنسان، فاذكروني أذكركم. يبقى أنا أما عاوز القلب يكون يقظ، يكون عارف بالله، عليه أن يذكر الله. فإذا نسى الله سبحانه وتعالى، الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن آدم. فإذا ذكر الله خنس، ينكمش. وإن غفل التقم قلبه، يبقى خلاص بقى هو عجينة يوديه زي ما هو عايز. إذن الإنسان إذا أراد أن يكون معافى، لأنه مرض خطير، الغفلة مرض طبعا من أشد الأمراض، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم غافلون. لاهية قلوبه، القلوب لاهية، القلوب غفلانة، القلوب بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. أما إذا أراد الإنسان، ولذلك ربنا قال لنا إيه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. يبقى إذن الإنسان ساعة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عليه يداوم على ذكر الله، فإذا ذكر الله لم يكن من الغافلين، وإذا نسى الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. يبقى إذن الإنسان لابد أن يحافظ على نفسه وعلى حياته وعلى آخرته بأن يداوم الذكر لله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام الخير، أيام داخلين على النصف من شعبان، هذا الشهر الذي يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكثر فيه من الصيام، وأن نكثر فيه من ذكر الواحد الديان، وأن نكثر فيه من الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم. أعمل ده كله وأتكلم وأذكر الله وأصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأداوم على الصلوات في جماعة حتى أفوز وأكون من الفائزين، وأهيئ هذا القلب لكي أحارب الشيطان الذي يضع خرطومه على قلبي فلا يكون له علي سلطان. فإذا ما دخل رمضان وجدت هذا الجسد نشيط، وجدت هذه الروح مرتفعة ولها مكانة عند الله سبحانه وتعالى، إذن تتجلى البركات وتتجلى على الإنسان صلوات النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل، فترتقي الروح. وإذا ما ارتقت الروح عاش الإنسان مع ربه تبارك وتعالى، لا ينظر إلى حرام ولا يستمع إلى حرام ولا يتكلم بحرام ولا يسعى إلى حرام ولا تمتد يده إلى حرام ولا يفعل أي شيء حرام، ولكن كل ما يفعله هو ما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى ويقربه من الجنان ويباعده عن النيران. علشان كده دايما الإنسان اللي يلاقيه في غفلة، يا أخي أنت غفلان ليه؟ وحد الله، لا إله إلا الله، اذكر الله يا أخي، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده الإنسان أما يلاقي حد جنبه
وغافل يذكره. يعني انا لو لقيت مثلا الست بتاعتي مثلا ماسكه التليفون وقاعده مشغوله، يا ست اذكر الله الاول، يا ست صل على النبي، التليفون ما جاي له ايامه، احنا في يوم مباركه ايام حلوه. طب انا بشوف مسلسل ولا ابني بيشوف او حفيدي بيتفرج على حاجه، يا ولد الايام دي ايام حلوه، يلا نذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى. لازم نعلم اولادنا، نعلم زوجاتنا، نعلم احفادنا، نعلم كل اللي نعرفوه واللي بنحبوه، نقول له يلا بينا في الايام الحلوه دي ما نغفلش عن ذكر الله، نذكر الله سبحانه وتعالى، علشان احنا داخلين على شهر الصيام، الشهر اللي هتكون فيه الفرض ب70 وهيكون فيه التقرب بخصله من الخير كمان أدى فريضة في مسواه. يبقى إذن أنا أسيب الخير ده كله ليه؟ أغفل ليه؟ إحنا في وقت عايزين نستيقظ فيه، نصحى كويس، نكون عندنا نشاط وعندنا حيوية لطاعة الله سبحانه وتعالى. والنشاط والحيوية مش بالجسد، جسدي أنا عندي عظم تعبان وأنا عضلاتي تعبانة وعندي أعصابي تعبانة ومش عارف إيه، مش دي اللي بتذكر يا حبيبي. يا حبيبي اذكر بلسانك، اذكر بلسانك، وانت ربنا سبحانه وتعالى هيشفيك وربنا هيعافيك وربنا هيديك وربنا هيرضيك. لكن احنا فين؟ احنا غفلانين، عايزين الغفله دي نسيبها خالص، نركنها ونشتغل باللسان. حتى لو عندك دور برد اليومين دول، سيب البرد واشتغل باللسان، ان شاء الله هتلاقي كل الخير مستنيك والشفاء ياتي من الرحمن سبحانه وتعالى. ونعم بالله كلام حضرتك. والله انا مش عايزه، يعني مش عايزين نشوف التقرير، وعايزين نفضل سامعين بس التقرير موجود. فهستاذن حضراتكم نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. الفرصه قدام حضرتك النهاردة، باب عظيم من أبواب جنة الرحيم الرحمن فتح أمامك، مش باب الصيام بس، لا وباب الصدقات. دايما كلنا متعودين ان احنا بننشر الزينة ونفرق الزينة ونعلق الزينة مع أول شهر رمضان، ولما بيجي لك ضيف بتعمل ايه؟ بتقدم له الطعام في أجمل زينة وفي أبهى زينة. طب انت في شهر رمضان بصوم، بتعبد ربنا، بتصلي، بتقرأ قرآن، ما خطرش في بالك ان انت تزين العبادة بتاعتك؟ طب تزينها بإيه؟ تزينها بصدقة، تزينها بعمل صالح يشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة، كرتونة من كراتين الخير اللي بتشارك بيها مع مؤسسة نبض الحياة تشفع وتشهد لك عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. النهارده كلنا شغالين بقلب، شغالين بروح، ليه يا جماعه؟ لان الحاجات ديت قالوا هي هتروح لمين؟ قلت لهم هتروح للفقراء والمساكين والايتام وغيرهم 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 من الاسر الاولى بالرعايه. فلقيتهم شغالين فعلا بقلب، هم حاسين اللي هم بيعملوه. طب انت حسيت الاحساس ده؟ حسيت ان انت لازم تعمل حاجه ويبقى لك اثر عند ربنا سبحانه وتعالى تذكر به في الدنيا ويذكر عند ربك سبحانه وتعالى؟ انا عاوزك يبقى لك تفاعل، يبقى لك اثر عند ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لك اثر بكرتونه جميله قيمتها كام؟ 300 جنيه متكفل بها حضرتك، او متكفل بكرتونتين ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا كام؟ انت عاوز من عند ربنا سعاده قد ايه؟ قول لي كده، قول لي عاوز من ربنا فرحه قد ايه؟ عاوز كام بسمه؟ عاوز كام ستر من ربنا سبحانه وتعالى؟ عاوز كام رزق من ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كلنا نبقى فرحانين، كلنا بنفطر مع بعض في آن واحد. ممكن ناس ما بتتكلمش، ناس ما بتناديش، ناس صوتها ما بيوصلكش، لكن مؤسسة نبض الحياة النهاردة بتوصل صوتهم وبتقول لك اجعل لغيرك نصيب في خيرك، ودايما خلي غيركم لغيركم. طيب مولانا بعد اذنك، قبل ما نتكلم عن العظمه اللي احنا شايفينها، انا عايزه اشكر اختي الحاجه سعديه، وعايزه اقول لها حاجه انا بحبك قوي عشان الخير اللي بتعمليه، وعشان احنا بلديات، احنا الاثنين شبرويه زي بعض. ربنا يكرمك على الخير اللي بتعمليه ويكتر من امثالك. ومش بس الحاجه سعديه من شبرا الحقيقه، لا كمان في الجميله الحاجه رقيه
من السويس صح؟ أيوة. والحاجة فردوس بقى من بطول ربنا يشفيها ويعافيها. الله يا عامل عملية وقالت أنا عايزة يا حبيبتي الكراتين والله يا حاجة يا فردوس ربنا يكرمك وكل الحاجة السعدية ربنا يفرج عن أولادها ويبارك لها فيهم اللهم أمين ويسر لهم أمورهم إن شاء الله. كل المستمعين وكل حبايبنا يأمنوا على كرم حضرتك يا رب. أمين يا رب العالمين. ربنا يكرم حضرتك ويكرم كل إخواتي. أنا يعني أنا في حاجة بقى شفت ستات حضرتك قلبهم لين ازاي وعلى طول بيشتركوا في الخير مع نبض الحياه وانت متحيزه دايما للستات. ما هم اخواتنا الحلوين الطيبين اهو. لا واخواتنا كمان الرجاله المحترمين طبعاً الحقيقه طبعاً كتير طبعاً. بس ايه مننا ستات زي بعضينا. تاني بقول للحاجه فردوس والحاجه سعديه والحاجه رقيه وكل اخواتنا رجاله وستات سفراء نبض الحياه واهل نبض الحياه وهم صناع نبض الحياة. الله يكرمكم ويجازيكم خير وربنا يكتر مننا كده ونبقى الدنيا كلها جمهور نبض الحياة. معلش يا مولانا أنا أسفة يعني قطعت. والله هو يمكن العمل الخير ده من الحاجات اللي هي شوفي حضرتك احنا بنتكلم عن الغفلة مش كده من الحاجات اللي هي بتخلي الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى مش الذكر باللسان بس لأ الفعل بقى والفعل ايه؟ ايه احب شيء للانسان ربنا خلقه؟ المال والبنون مش كده؟ طبعا المال اول شيء ذكر يقوم ربنا سبحانه وتعالى لما يدي الانسان المال وبعدين يقوم مسلطه على ان هو يطلعه في سبيل الله يبقى هو بيقول ايه؟ انت حضرتك لما تسمعي الحاجة سعدية ربنا يفرج عنها يا رب ويبارك لها في اولادها تقول لي انا بعمل الصدقة الجارية دي علشان ربنا يبارك لي في ولادي ويكرمهم يا رب. الحاجة فردوس تقول لي انا عايز اديها لك في ايدك علشان تدعي لي وربنا يشفيني. الحاجة رجية اعمل ايه الحلو خدت ايه حبايبي ايه دي ايه تخيلي حضرتك بقى تخيل لما القلب يكون فيه رقة بالشكل ده القلب لما يكون حنين بالشكل ده القلب لما يكون قريب من الله سبحانه وتعالى بالشكل ده يبقى ده قلب غافل لا لا لا, لا ده هم دوروا هم صلوا وذكر ربنا وصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك انا عايز اتجرب بحاجة بقى ملموسة عايز حاجة غالية عايز حاجة اقوم اطلعها فيها. اطلعها كده من جيبي احطها لله يعني ما تبقاش يعني تكون غالية عندي الشيء اللي ربنا خلقه لي غالي. طب والغالي التاني مين؟ الولد ده انا باخد ده اللي المفروض لو سبته هسيبه لاولادي لا ده انا بعمله لله بقدمه لله. يبقى المال والبنون الاثنين انا ضحيت بيهم او تقربت بيهم لله سبحانه وتعالى دول افضل الناس الذين لا يغفلون يا سبحان عن القرب من الله سبحانه وتعالى. طب واخواتنا بقى اللي بيعملوا كراتين رمضان العظيمه دي وفي كده سمعت حد يقول لك يعني هو في حد هينام في رمضان من غير ما يفطر؟ ما يعني مش لازم كراتين ممكن نحط في حته تانية او في حاجه تانية فنقول له ايه بقى على كراتين رمضان؟ شوف حضرتك يمكن احنا طول ما انا جاي في الطريق مؤسسات وجمعيات اهليه ما ادركوش ان هم يشتركوا مع المؤسسه على النت خدت بال حضرتك بيتكلموني عايزين واسطه علشان يدخلوا معانا ياخدوا من عندنا كراتين طيب دول مش عندهم احتياجات مش عندهم اسماء وكشوف ناس محتاجه عايزه كراتين ياما طبعا احنا نفسنا والمستهدف بتاعنا احنا بنقول مستهدفنا 50,000 كرتونه نفسنا ان اهل الخير يكتروا ويساعدونا علشان ندي الأكبر قدر من الناس لأن صراحة يعني أنا نفسي أدي بدل كرتونة 2 و3 نفسنا إن الناس ما يبقاش محتاجين وخاصة في الظروف اللي احنا فيها لا تتخيل حضرتك دلوقتي الموظف عايز ياخد العامل عايز ياخد الناس كلها مش الناس اللي هم اصبحوا اللي هم اللي كانوا في ناس تحسبهم اغنياء من التعفف يعني المفروض نوصل لهم لحد عندهم من غير ما يطلبوا بالظبط فاحنا دلوقتي يعني معتمدين اصلا وبنقول للمؤسسات والجمعيات طب الشيء الجميل المدير ربنا يبارك فيه بتاع فرع من الفروع بلاش اقول عشان ما طيب بلاش يعني ما رضاش يدي للجمعيه من الجمعيات ليه؟ ما رضاش يديلها ليه؟ لانها لجا عندها سوء تصرف في العام الماضي سوء تصرف في التوزيع وانتوا بتتابعوا امال ايه؟ بنتابعوا امال ايه؟ مش دي امانه؟ اشد انت حضرتك لما انت تديني تقولي لي انا عايز اعمل 10 كرتين 20 كرتونه مش دي امانه اتحطت في رقبتي؟ اعمل فيها ايه؟ الامر مش سهل
الأمر صعب جدا. فإحنا عايزين إذا كان إحنا بنتحمل الأمانة والمشقة دي، عايزين أهل الخير ورجال الأعمال والناس الطيبين. وأنا بقول حتى وبناشد، لو في مؤسسات كبيرة أو في شركات كبيرة بتعمل كراتين، إحنا عندنا الناس اللي عايزين الكراتين. أيوة. إحنا نوزع لكم، شاركونا معاكم، ساعدونا بأي حاجة. إحنا عايزين يا عيني يا مد أي حاجة تيجي تجيبوها لمؤسسة نبض الحياة عشان توزعها، لأن إحنا عندنا احتياجات كتير جدا. يعني ممكن لو تاجر مثلا بيتاجر في الرز مثلا، في الرز يقول لحضرتك خد الطن ده أنا متبرع بيه بالظبط، في البلح، في أي حاجة. أيوة. أي حد عنده حاجة يجيبها لمؤسسة نبض الحياة، نزود كراتين، نزود أعداد. طب ثانية واحدة بقى، طب لو مش مؤسسات كبيرة، لو أنا مثلا طالع من ذمتي مثلا مثلا 500 كيلو رز مثلا، أتصل بحضرتك برضه أقول لك أنا في 500 كيلو، بيتصل 15740 برضه هيوصلوه ياخدوا الحاجة من عنده. تمام جدا. ويحطها ضمن التوزيع، يبقى وفر عليا 500 كيلو رز. خدتوا لحضرتك، يبقى أنا أو حتى زود أو كمان معاك مثلا. قال لك حط فإحنا بنناشد الناس كلها وبنقوله، وفرصة، وإحنا يعني خلاص إحنا قربنا قوي يعني الوضع، إحنا داخلين على رمضان، فاضل تقريبا 18 19 إن شاء الله، وإحنا عايزين نوزع قبل رمضان طبعًا. إن شاء الله عايزين ندخل الفرحة، ندخل السرور على الناس. ده عمل من أحسن أعمال الخير. ولو حضرتك شفتي وشاهدتي وشفتي لهفة الناس على إن هم بيتعاركوا على الكراتين إزاي وعايزين كراتين إزاي، ولو طال واللي خد يلف من تاني ويجي بصورة تانية غصب عنه، ما غصب عنه. ومن الحاجات الجميلة بقى إن في واحدة جت منقبة وبطاقة معروفة، وبعدين راحت راحت شالت النقاب وجات من غير النقاب، فاللي كان قاعد كان صقر، فقال لها ايه انت جيت انت شلت النقاب بس ما غيرتش الشبشب اللي انت لابسه. ايوه تخيلي حد. أيوة. يعني شوف احنا بنجابلنا حاجات مناظر شكلها ايه، ما هو غصب عنهم غصب يعني عنهم. يعني عايزين بقى، عايزين اهل الخير، عايزين نشبع الناس دي. عايزين ندي لهم، نقول لهم انتوا استكفيتوا، انتوا ترضيتوا، يعني ده ربنا في الاخره في الجنه بيعمل لنا، يدي لنا كل حاجه، يقول لنا ايه، هل رضيت يا عبدي وكيف لا أرضى يا رب، وقد يقول لا 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 لا، ده أنت لسه لك حاجة حلوة كمان. إيه الحلو؟ هيعمل لي أحسن من اللي عمله. تكشف الحجب بين العبد وبين الرب فيرى نور الله فلا يرى شيئا أفضل من ذات الله سبحانه وتعالى. أنا عايزة برضو أقول جملة لإخواتي الستات اللي ربنا ميسر لهم أمورهم المادية يعني، وبيوتهم الحمد لله مليانة خير وعمرانة. وفري من رفاهية الأكل والشرب في رمضان، وخلي التوفير ده لحد بالنسبة له محتاج الأساسيات. يعني إيه؟ يعني إحنا عارفين إن اليميش والمكسرات والحاجات دي غالية جدا، في ناس ربنا ميسر لها يعني 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 يستخدموا نعمة ربنا ويجيبوا لأولادهم كل حاجة، بس إيه؟ ربنا نرشد. أو ما تجيبش. أنا وجهة نظري مش لازم السنة دي مكسرات. وتمن المكسرات ده إذا أنا هدفع في المكسرات 2000-3000 جنيه، رز وزيت، رز وزيت مكرونة، يبقوا أساسيات لأخت ليكي يعني طبق رز أو حلة الرز في بيتها، أكل ولادها بس، من غير ما يكون معايا جنبه حاجة تانية. والله أعرف ناس يا مولانا، والله أكلهم رز متقلي، فبقول لهم يعني وايه، قالوا لا هو التقليه يحطوا فيها رز والعيال تاكل رز مقلي بس. شوف حضرتك انا ما بحبش احلف. لا ما انا ما انا انا احد الاصدقاء حكى لي ان الست بتاعته وراحت بتشتري رز، فلقت واحده بتشتري بتقول لها هات لي كيلو، هات لي نص كيلو رز. بتشتري نص كيلو. فقال لها الكيلو بكذا. فقالت له طب خليه ربع. لا اله الا الله، ربع كيلو، ربع كيلو رز. الناس اللي عندها بقى اللي مخزنه، والناس اللي بتملك، والناس اللي معاها فلوس، والناس نسيبوا الناس دي ازاي؟ في ناس مش لاقي، عايزه ربع كيلو رز. دول اختبار والله العظيم، الناس دي اختبار لينا. الناس دي ربنا قادر يشبعهم ويغنيهم، بس ربنا بيختبرنا بيهم، فما نسقطش في الاختبار. مولانا انا للاسف الوقت خلص. انا يعني انا نفسي نكتر بقى الفقره بتاعت حضرتك شويه. احنا مش عايزين بس نغفل، بذكر الناس كلها، مش عايزين نغفل عن فعل الخير ده. مش عايزين نغفل عن اخواتنا اللي محتاجين، مش عايزين نبعد عنهم، مش عايزين نقول وانا منا، مش عايزين عشان انا شبعان ما احسش بالجعان. لا، انا عايز كلنا نحس ببعض ونكونوا جنب بعض وننشر الرحمة بيننا، وننشر الرحمة بيننا وبين بعض. يا رب. بشكر حضرتك يا فندم، شرفتني وأنستني، وبأكد على حضراتكم تاني 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسة نبض الحياة، وغير بنك السي اي بي، غير كل مكاتب البريد في أي حتة في مصر. للأسف الفقرة الطيبة خلصت، استنوني الفقرة الجاية بإذن الله هتعجبكم.
الدكرات العثمانية في مطعم سراي. مطعم سراي الشيخ زايد، أمهر الشيفات المتخصصة في الوجبات التركية الأصيلة. مطعم سراي الشيخ زايد، خصم خاص للولائم والحفلات. سراي المطبخ التركي الأصيل. مطعم سراي، للاتصال 012-22-743-36. زجيد بلازا مول، الحي الثامن، الشيخ زايد. حضراتكم بتزعلوا مني فيها لان بيبقى فيه تليفونات كتير وما بنلحقش ناخد التليفونات كلها، فانا بعد اذنكم اهو بقول من دلوقتي اهو الفقره الجميله اللي انتم بتستنوها بقالنا كتير ما كانتش موجوده معانا، الجميله سماح العجمي مفسره الاحلام. ازيك يا سماح؟ ازيك؟ الحمد لله. ايه الحلاوه دي؟ انت القمر. وبعدين خسينا كده وقبل رمضان بجد. طب كويس عشان نتخن في رمضان. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. ربنا يعافيك. لسه بقول للناس اهو هنحط دلوقتي ارقام التليفونات عشان اي حد عنده رؤيه، عنده حلم، عنده كابوس حتى محتاج تفسير، فان شاء الله سماح تفسره لنا. سماح، انا قبل ما اتكلم في الموضوع اللي معانا النهارده هستاذنك، انا حلمت حلم وكنت صاحي متغاظه. كنت حلمت ان انا في مكان معروض فيه يعني اسفه يعني شباشب وشكلها تحفه شيك جدا جدا ومستورده كلها ولذيذه وفاهمه حاجه يعني عظمه، وقعدت في الحلم انقي وكانه مش حلم، نقيت بقى الاشكال والالوان وسعرها حلو جدا جدا، فبعد ما نقيتهم الراجل قال لي اسف لا خلاص كل دول متباعين. اللي هو يا ريتني ما كنت في حلم وكنت خدتهم بقى بسرعه. اللي هو فاهمه لا اللي هو طب ما هو حتى لو في الحقيقه ما انا هتغاظ برضه. فانا صحيت من غزة. ايه بقى ده؟ لا اقول لك، بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، صلاه حل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها ابواب الستر والصحه والرزق يا رحمن. امين. شوفي اي سليبر او شوز هتشوفيه في المنام او كده بيؤول للعزباء انه زوج، تمام، لكن للمتزوجه هو بيبقى خير في حياتها، خير وتجديد. ما هو خير وما جاء، تمام. لا مالكيش خير، مالكيش نصيب فيه بقى، يعني الحاجات اللي انت كنت عاوزاها مالكيش نصيب فيها، تمام. والله العظيم. فاللي خدها خدها بشرها قبل خيرها. طب خلاص والله اعلى واعلم. طب احنا قبل ما نتكلم في الموضوع اساسا ساره معانا على التليفون. ساره ازيك؟ اهلا 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 بحضرتك، اتفضلي يا حلوه. ايه انا حلمت اني انا كان مامتي عندها زي محل والفلوس محطوطه قدام المحل ده، وفي بنت صغيره اخذت الفلوس دي وسرقتها، والشارع كل الشارع فيه محلات والناس حاطين فلوسهم قدام المحل ده، والبنت دي فضلت تجري تاخد الفلوس دي تسرق يعني على طول الشارع ده، هي عماله تسرق منهم. والحقيقه انا خدت بالي في الحلم ففضلت اجري وراها يعني يعني مسافه طويله جدا لحد ما اخذتهم منها، وكنت عايزه ارجع لمامتي الفلوس دي وارجع للناس دي فلوسهم. متزوجه ولا انسه يا ساره؟ انسه. بابا موجود؟ موجود. ربنا يديله الصحه. حاضر حبيبتي. حاضر يا حبيبتي، هنجاوب عليكي ان شاء الله. نجاوب ساره؟ نجاوب ساره. طيب مامتها متحمله مسؤوليه كبيره في لاعباء الحياه يعني، وبترتب لحاجه معينه تعملها، بس دنيتها واخده منها كتير، يعني اللي هو البنت الصغيره دي اللي هي الدنيا اخذت الفلوس او الرزق اللي جاي ده لحاجات خارجه، كل ما تجمع مبلغ فهو بيتاخد لحاجه تانية مهمه، بس مش الحاجه اللي عاوزاها الام، تمام. والبنت بتدور على حاجه معينه، بس الحاجه المعينه دي لسه بتهرب منها. اوكي، بس لا هي خدت الفلوس من البنت جمعتهم وعايزه تدي بقى كل واحد لا حق. بتقول انا كنت عاوزه ارجع منها الفلوس بس هي جريت. لا هي قالت خدت الفلوس وعايزه بقى تبتدي ترجع لمامتها فلوسها وترجع للناس فلوسهم، هي بس هي خدت الفلوس من البنت الشريره. خدتها. طيب هي خدتها، يبقى هي في حق هترجعه لحد معين يا رب.
ان شاء الله يعني الله. او هتكون شاهده على حاجه معينه وهتشهد بشهاده حق. طب يعني يا رجوع حق يا شهاده حق، والله اعلم واعلم. طب معانا منى. يا منى ازيك؟ مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور يا حلوه، اتفضلي. بعد اذنك، انا حلمت ان انا كان جه عليا وقت كده، كنت كان جالي زي تشنجات، وكان جسمي كله متكتف كده مش عارفه اتحرك، وعماله اصرخ بصوت عالي، وماما كانت قاعده جنبي بتلحقني وبتحاول تشوف مالي. بس اللي انا كنت بقوله وقتها، كنت بقول ليه كده يا عمته، ليه كده يا عمته، كنت عماله اعيط. دي حاجه. حاجه تانية سريعا عشان ما اخدش وقت حضرتك، حلمت ان انا كنت ماشيه في مره، وكان في حد في مكان شغلي بس لابس قيس قناع على وشه كده، وكان بيحاول ان هو يموتني بمسدس، فانا كنت عماله اجري وهو كان بيحاول يضربني، او كانت بتحاول تضربني بمسدس. ست ولا راجل؟ لا ما شفتش ست ولا راجل، كان لابس اسود وكان في قناع على وشه او على وشها، ما عرفتش ست ولا راجل. كنت بتفرج على فيلم اجنبي او حاجه قبل؟ لا خالص. انسه؟ انسه؟ اه. طيب يا حبيبتي ماشي، هنرد عليك يا منمونة. الحلم الاول بتاع منى اللي هو التشنجات ده بيكون ليها سبب طبي، اللي هو مثلا بيكون في لو حد عنده تعب عضوي مثلا، نوع من انواع الصرع او كده، ده ما بيكونش له علاقه بالاحلام. اوكي. لا هي في الحلم. لا انا بقول ان في حد اصلا بيحصل له كده، ده بيكون لان هو تعبان فبيحصل له كده اثناء النوم، تمام؟ لكن لو ما عندوش سبب عضوي لده، بيكون دي حاجه بتحصل ما بين اليقظه والنوم، اللي هو اختلاف مراحل النوم. لما بتنتقلي من مرحله النوم لمرحله نوم اعمق، الحاجات دي تمام. يا اما بيكون كابوس، والكابوس ده بيكون يا عشان زي ما قلت اتفرجت على حاجه، يا اما اكلت اكله تقيله قوي، يا اما في حاله منى هنا علشان هي كانت بتقول عمته، فهي حاسه بالظلم من ناحيه عمتها. جامد جدا، والله اعلى واعلم. تمام. معانا يارا. يارا مساء النور يا حلوه، ازاي؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا كريم؟ اتفضلي. لو سمحتي، انا حلمت كذا مره ان انا بيبقى متكتفه في قلب الحلم، فانا مش عارفه ده لايه. متكتفه؟ حاسه ان انت جوه الحلم متكتفه؟ من اول لاخر. تمام. بحاول ان انا اصحى بس مش بعرف. تمام، هنقول لك دلاله التكتيف في الحلم. انسه؟ اوكي اتفضلي. طيب بسم الله. نفس الحلم بتاع منى، هي كده في تعب بس نفسي بقى، لانها بتحلم بيه كتير. قلنا لو ما فيش سبب عضوي، يعني لو ما فيش سبب طبي للموضوع وهي مش تعبانه، بيكون هي في تعب نفسي ومشغوله بحاجه، بتنام معيطه كتير جدا، فالخنقه بتظهر في المنام. حتى بتظهر مثلا ان هي ممكن تكون عاوزه تعيط في المنام، او عاوزه تنده على حد بس ما بتقدرش. صوتها بيكون مكتوم. دي من الكوابيس. تمام. بس هي بتبقى مزعجه شويه يعني. ايوه. والتكتيفه دي ملهاش دلاله انها مثلا مش حره في حياتها، مش حاسه انها محتاجه تعمل حاجه ومش قادره. لا هو بيكون ضغط نفسي اكتر، يعني هو بيكون ضغط نفسي وميل، ان الشخص ده بيميل للاكتئاب قوي. تمام. فهي بتخرج بقى في هيئه الاحلام علشان ما يبقاش في اكتئاب. ان شاء الله ربنا يا رب ان شاء الله. يا رب. فهو التعب ده بيجي علشان كده، علشان هي مضغوطه، بتفكر في حاجات كتير. واصلا غلط ان الواحد يبكي قبل ما ينام، يعني دي من الحاجات يعني الصعبه جدا اللي بتحصل للبنات. ما عارفه سماح، ما هي المساله برضو مش بمزاجك، يعني هي مش بمزاجنا. بس هي بتبقى بنوته مضغوطه. معانا مين يا فندم؟ يمنى. يمنى ازيك؟ الو، ازي حضرتك؟ ازيك يا حلوه، اتفضلي. لو سمحتي، انا كانت بنت عمي حلمتني ان انا واختها داخلين مكان واسع، واحنا الاثنين لابسين فساتين، ويعني حوالينا ناس كتير يعني في نفس المكان ده، وكل واحده فينا لابسه، يعني كانت بتقول انه في حد لابس فستان، بنت عمي لابسه فستان مكشوف شويه، وانا لابسه فستان كله مقفول. والالوانات ايه بقى في الفساتين؟ كانت تقول الاثنين نفس اللون، الاثنين لونهم بيج فاتح او كده. طب من فضلك كانوا متفصلين فين؟ عشان برضه لو عارف اروح زيهم، عشان احب اعرف التفاصيل. التفاصيل احنا بنهتم بالتفاصيل. شكرا يا يمنى. هنقول لك يا حبيبتي، هو بس الاول سؤال، ينفع اطلب تفسير لحلم مش حلمي انا، حلم حد حلمه لي؟ ينفع عادي؟ لان المنام بيبقى نصين، نص للحالم، يعني انا شفتك في المنام، فالمنام كده بيبقى نص ليا ونص ليكي. شفت لك حاجه حلوه. بس شفت لك ايه حاجة بقى المهم بقى في الموضوع ده؟ المحبه. ان يعني انت بتنظري في محبه اللي قدامك. ما هي بنت عمتها او بنت خالتها، قريبتها يعني. فانت بتحبها. بتشوفي لو الشخص ده بيحبك، فانت بتاخدي الجزء الحلو من المنام.
لكن لو مش بيحبك فبتاخدي الجزء بعيد الشر عنك. لا اللي بيبقى هو الجزء الحلو لانها قريبتها فاكيد بقى فنقول بقى ان شاء الله هنسمع خبر حلو. بس هو في واحده فيهم هيحصل عندها فركشه في حاجه. انا نسيت اسالها هي انسه ولا لا. الله اعلم. هي واحده فيهم انا قلت لك على حسب المحبه. تمام هتاخد الجزء الحلو او لا. او واحده فيهم هتاخد هيبقى ليها فرحه داخله حياتها والفرحه دي عن طريق راجل. اكيد هيتجوزها طبعا يا رب. لو هي انسه انا ما سالتهاش. ان شاء الله ربنا يسعد كل البنات. ان شاء الله كل اللون البيج اصلا حلو. البيج والله حلو جدا من الوان الذهبي. والذهبي الذهبي في المنام مع ناس سعاده تبقى ايه حياه فيها رخاء كده. تمام ربنا ينعم على كل الناس اللهم امين. بالذهب والياقوت والمرجان وكل الحاجات الحلوه دي. معانا مين تاني؟ ايه يا ايه ازيك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حلوه اتفضلي. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. انا طيبه وانت طيبه يا حلوه. بحبك جدا في الله جدا وبحترمك جدا جدا جدا. الله يخليكي واحبك في الله. يا رب ربي يخليكي ما تقفلوا علي. هم حنين صغيرين ولو حاجه فيهم وحشه ما تقولهاليش بالله عليك. لا يا حبيبتي ان شاء الله خير والله. هو الاولاني صغنن قوي. بنتي شافت باباها. انا زوجي متوفي. تمام. فبنتي شافت باباها ان هي في الحلم تعبانه قوي قوي ودرجه حرارتها 50 وباباها عمال يطبطب عليها ويبصها ويغطيها ببطاطين. وقامت على كده. ده الحلم الاولاني. تمام. هتساعدينك اقول التاني برضو ولا اتفضلي؟ اتفضلي ما تقلقيش اتفضلي. بس بالله عليكي ما تنسي يعني اتفضلي. لا يا حبيبتي هجاوبك على طول حتى لو معناها تليفون هجاوبك قبل ما ناخد التليفون. شكرا لحضرتك يا رب يخليك. الحلم التاني هو مخوفني شويه. خير. عمة اخت جوزي الله يرحمه عمة الولاد. ايوه. شافت ان هي جت عندي البيت و يعني شافت الحمامين. دخلت لقيت الحمام الاولاني انا شقيتي فيه حمامين. الحمام الاولاني لقيت القعده مقلوبه وفيها ميه جاريه فيها كويسه. تمام. والحمام الثاني القعده مقلوبه وفي سده صغيره. تمام. بس وشكرا ليكي جدا وارجو تفسري لي يا رب. شكرا يا حبيبتي شكرا. هنجاوبك. الحلم الاول حلمت ان بنتها درجه حرارتها مرتفعه جدا جدا. بنتها اللي شافت المنام. لا هي حلمت ان بنتها درجه حرارتها عاليه جدا جدا 50 وان الوالد الله يرحمه قاعد جنبها بيغطيها. بصي هو المنامين يعني ليهم علاقه ببعض. في ظلم يعني هي حاسه بالظلم من ناحيه حاجه معينه. تمام. او من ناحيه اهل الزوج. لان حلمت بقى في ظلم في الموضوع من ناحيه اهل الزوج. فاللي هو عارفه بيطبطب عليهم يعني معلش. فالبنت مش هتتعب ولا حاجه هي بس نفسيا هي مش مرتاحه. في حاجه مقرقه عليها حياتها الفتره دي. تمام. اللي هو بتتمنى يعني يا ريت بابا كان موجود ما كانش حصل كده. البركه في مامتها. في مامتها طبعا. البركه فيكي يا حبيبتي. خلي بالك من بنتك وطبطبي عليها كده واحضنيها وربنا يبعد عنكم كل شر. الحلم التاني ما فيهوش حاجه وحشه ما تخافيش ولا حاجه. بس هي شويه مشاكل هتحصل والمشاكل هتتحل. بس هيبقى في يعني صدام كده بينك وبين العمه. والله اعلى واعلم. ما تقلقيش يعني سلمي امورك كله بيتحل. وكل حاجه كل حاجه بتتحل. وبس خلي بالك من ولادك وحاجي عليهم ربنا يحفظهم لك يا رب. الله. معانا سعد. الو سعدة. اهلا وسهلا يا سعدة. يا سعدة. الو مش موجودة سعدة. الصوت راح. معلش حاولي تكلمينا تاني يا حبيبتي. سؤالي ليكي انت بقى. اسمها حلو سعدة. ما شاء الله. انت ما بتحلميش؟ انا لا بحلم كتير والله. طب مين بيفسر لك احلامك؟ انا. طب امنيه من المنوفيه. يا امنيه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه من مال؟ انت عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام ان شاء الله دايما. اتفضلي اتفضلي تحت امر. الحمد لله تمام. لو سمحت انا كنت حلمت حلم كده ان انا بحج انا ووالدتي. الله. اتفضلي كملي كملي يا حبيبتي. وكانت والدتي مش قادره يعني قاعده في الحلم كده ومش قادره تعمل معانا الحج اللي هو بنحج يعني بنلف حوالين الكعبه كده وهي مش قادره. فانا عماله الف اشوف لها كرسي عشان تقعد عليه اقعدها عليا وازقها. تمام. وبعد كده في فجاه كده قالوا لنا ايه تعالوا يلا عشان نركبكم الاتوبيس ده عشان هو عند الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. والسلام. خير. فبعدين رحت انا خدتها ورحت. وبعد في نهايه الحلم جالي شيخ كده. بس الشيخ ده يعني جاي لي على اساس ان هو يعني حاجه كبيره قوي. تمام اتفضلي كملي. فقام قايل لي كده خلاص حجيتي. ما شاء الله خير يا حبيبتي. هنجاوبك يا امنيه.
هنجاوبك بس بسرعه لان الوقت تقريبا امنيه. بالمناسبه انا شفت في المنام قبل كده ان انا قاعده معاكي قبل ما اطلع معاكي في البرامج خالص. والله العظيم سبحان الله. امنيه في عندهم دين او ندر تمام وهي مشغوله ببر امها قوي اللي هو انا يا ترى انا كده عامله اللي عليا ولا لا. فهي الحمد لله عامله اللي عليها واضح ان هي ما حجتش فبتتمناها فان شاء الله تبقى نالتها. والشيخ اللي جاء قال لها مبروك. ما انا بقول لك اهو تبقى ان شاء الله نالتها يعني يا رب. واضح ان هي عايزه بس مش قادره تروح يعني مش عارفه تروح فان شاء الله تبقى اتكتبت لها اللهم امين يا رب. زي كل مره انا بعتذر للناس اللي تليفونات يعني هتهنج من كتر الاتصالات واحنا واخدين على كده في الفقره بتاعت سماح فبعتذر لكم واوعدكم ان شاء الله سماح تكون معانا تاني ان شاء الله. سي سماح شرفتيني وارستيني سي جدا لذوقك. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت استنوني الفقره الجايه ان شاء الله تعجبكم. الحقيقة ما لحقتش أخلص كلامي مع دكتورنا الفاضل اللي مشرفني من عن طريق مؤسسة العقبة للتعليم والكبير مديري المؤسسة واستأذنته إن احنا يكون لينا استكمال للقاء علشان أنا عايزة أدي لحضراتكم كامل المعلومات عن الجامعة وعن التعليم في هذه المؤسسة العظيمة الكبيرة وعن العظمة اللي حاصلة بإنهم كمان المتفوقين بيخليهم يستكملوا تعليمهم في أوروبا وفي أستراليا وفي إنجلترا على حساب الجامعة وبيوفر لهم فرص عمل. فأنا الحقيقة مش حابة اللقاء يخلص غير لما يبقى عند حضراتكم كامل المعلومات لأن خلاص السنة قربت تخلص ومجرد ما بتنتهي بنبتدي كلنا كأهالي نجري ندور أحسن فرصة تعليم لأولادنا فين وابتدى يبقى كلنا بنتجه دلوقتي للجامعات الخاصة المعتمدة واللي متوافق عليها كمان هنا في مصر واللي الطلبة الخريجين بيتسجلوا في نقابتنا هنا في مصر. فبيشرفني للمرة الثانية دكتور أسامة ماضي رئيس مديرين شركة العقبة للتعليم. أنا متشرفة بوجودك والمعلومات العظيمة اللي أنت قلتها خلتني أقول يا ريت على أيامي أنا كان في هذه المؤسسة العظيمة ما كنتش ترددت لحظة إن أنا أجي أدرس وللأسف ولادي خلصوا تعليمهم برضو فأنا مش عارفة بعمل إيه. مشرفني والله دكتورنا. الفقرة اللي فاتت اتكلمنا عند نقطة مهمة جدا. أنا طبعا كأم عايزة ابني يتعلم أفضل تعليم. حضرتك شرحت لي إن الجامعة بتوفر لنا ده. ياريت نعيد تاني علشان اللي ما أخدش باله ياخد باله ونتكلم في عجالة عن مؤسسة العقبة للتعليم هذه المؤسسة العظيمة اللي يعني أثبتت وجود قوي واسم مهم جدا جدا وسط الجامعات العالمية المصنفة علشان برضو الناس تعرف وحنكمل كلامنا. شكرا ستنا على الاستضافة وعلى حديثك الطيب عن الجامعة وعن شركة العقبة للتعليم. طبعا الجامعة هي جامعة معتمدة في الأردن معتمدة على وسط في الصعيد العربي عضو باتحاد الجامعات العربية وأيضا داخلة في التصنيفات العالمية فهي جامعة معتمدة وحاليا في بصدد برضو الحصول على اعتماد الأوروبي والأمريكي لكلية الطب وطب الأسنان. حلو. في من ناحية الاعتماد ما تقلقيش الجامعة معتمدة ومعترف فيها على صعيد العالم ما فيش أي مشكلة من ناحية دي. على صعيد العالم. على صعيد العالم. وكمان. وبرامجنا الأكاديمية أيضا معتمدة ومقرة من جامعة بيزا الإيطالية اللي هي زي ما حكيت لك من أول 100 جامعة مستوى العالم في الطب وتاني جامعة أقدم تاني جامعة في العالم في كلية الطب. فالناحية هذه إن شاء الله تطمن وبترفع الراس يعني فيش شيء بيخوف أو بقلق في الموضوع ده. لا أنا مطمنة من كلام حضرتك حتى المرة اللي فاتت لما أنا سألتك تحديدا عن مدى الاعتراف بيها في مصر فقلت لك شيء عظيم جدا إن أي نقابة تابعة لأي اتجاه مهنية. تعليمي نقابة نعم. مهنية نعم. الطالب الخريج جامعة حضرتك جامعة العقبة هتعترف فيه وتسجله كعضو ويسجل كعضو زيه زي زيه أي زي طالب درس أي جامعة في مصر أو في أي جامعة تانية معترف فيها في مصر. طب عندي سؤال بقى تاني مهم جدا. أنا دلوقتي
ابني اتخرج من سنتين ولا حاجة ودخلته جامعة مثلا هنا أو في أي حتة تانية، ولما شفت حضرتك أنا حابة أنقله عند حضرتك، إيه شروط الانتقال؟ وهل متاح أساسا أن ابني ينتقل من جامعة أخرى للجامعة عند حضرتك؟ بالتأكيد انتقال مسموح فيه، بس لازم يكون محقق شروط القبول الأساسي. يعني إذا يعني ما يكونش مثلا هو مش محقق شروط القبول الأساسي راح جامعة تانية وحيجي عندنا ما بتمشيش. لازم إذا هو من أصل كان ممكن قبل بمؤهلاته عند التخرج عند حصول على شهادة الثانوية العامة، نعم ممكن انتقاله من أي جامعة تانية، بس شرط تكون الجامعة التانية هي معتمدة حتى نحسب له المدة اللي درسها فيها والمواد اللي أخذها تحسب له كجزء من المواد اللي ما يضطرش يعيدها مرة تانية عندنا بالجامعة. فلازم يكون الجامعة اللي درس فيها أيضا معتمدة ومعترف فيها. ساعتها ما فيش أي مشكلة. تمام. يعني وبالعكس احنا بنرحب في ناس اجتنا انتقال من اكثر من جامعه، انا يعني خصوصا في بلاد كانوا الطلاب يدرسوا فيها وشافوا صار فيها مشاكل او شغلات زي هيك بالزبط. حبوا ينقلوا على الجامعه العقبه ورحبنا فيهم والتحقوا بالدراسه وعاد، بس تبقى للشروط. الشروط اللي حكيتها لسعادتك، النقطه الاولى يكون هو محقق متطلبات القبول الاساسي، والثاني شيء الجامعه اللي درس فيها تكون جامعه معتمده ومعترف فيها، حتى هذا السبب لصالحه هو، حتى فتره الدراسه اللي درسها ما تروح عليه. أيوه. يعني تحسب له كانه درسها في الجامعه. طيب لو انا دلوقتي في ارقام متاحه قدامي لمكتب حضراتكم في مصر، لو انا عايز اتعرف على الشروط تحديدا فيما يتعلق بالدرجات مثلا العلم، يعني الدرجات اللي واخدها في دراسته، عشان لو انا عايزه مثلا يلتحق بالهندسه المدنيه او الهندسه المعماريه او اي منحة اخر من منح التعليم اللي حضرتك ذكرتها واللي هنذكرها تاني لحضراتكم عشان تبقوا عارفين الكليات المتاحه ايه، نقدر نتواصل من خلال هذه الارقام ويشرحوا لنا كافه شروط؟ بالتاكيد ستنا، احنا اصلا عملنا المكتب هذا اللي هو مكتب ارتباط شركه العقبه للتعليم في جمهوريه مصر العربيه بهذا الهدف، حتى يمثل يعني كانه وجود للجامعه جوا مصر. تمام. فبقدم كافه المعلومات وبكون صله وصل بين طلابنا في مصر واهاليهم والجامعه، بيعطيهم المعلومات كامله، بيقدم لهم اي خدمات بتساعدهم في الالتحاق في الجامعه والاستفسار عنها. انا شخصيا انا شايفه ان انا عظمه في المباني الحقيقه، ان شاء الله، وحاسه ان ايه يعني انا بدي لابني هديه روحيه ونفسيه جنب الهديه العلميه، لانه في مكان بديع الحقيقه، وجو الاردن جو عظيم. ده بس من ذوقك والله، انا مش بجامل يعني. ودي ده جزء من المكتبه. ده المكتبه. نعم. ما شاء الله كل حاجة متاحة فيها، والمعامل عندنا مختبرات على أعلى مستوى. يعني احنا أعطينا عناية خاصة جدا للمواد التدريسية المساعدة، هي المختبرات والمعامل. ما شاء الله. وفيها طبعا ملاعب، مناطق رياضية كاملة، عندنا ملاعب كاملة وصالة رياضية مغلقة. ما شاء الله، شيء عظيم، وأظن الناس كلها متابعة وشايفة معانا إن شاء الله. كنا اتكلمنا برضو عن النقطة، أنا قبل ما نتكلم عن النقطة دي بعد إذنك أنا عايزة برضو أقول أسامي الكليات التابعة لجامعة العقبة. ست زي ما حكيتم ثلاث جامعات، جامعة العقبة للتكنولوجيا فيها ست كليات، اللي هي كلية الهندسة اللي فيها الهندسة المدنية وهندسة عمارة، كلية الصيدلة، كلية العلوم الطبية اللي فيها علاج طبيعي وتصوير شعاعي، كلية إدارة الأعمال اللي فيها إدارة أعمال ومحاسبة، كلية تكنولوجيا المعلومات اللي فيها زي ما حكينا هندسة برمجيات وذكاء اصطناعي وبرمجيات، عفوا معلوماتية اللي هي IT، هاي التخصصات. وفي طبعا كلية الآداب والعلوم اللي فيها السلامة المهنية وفيها تخصصات أخرى تتعلق في العلوم الأساسية يعني. تمام. فهذه أما جامعة العقبة للعلوم الطبية هو الجامعة الثانية، فيها حاليا كلية طب وطب أسنان. تمام. وابتداء من السنة الجاية إن شاء الله يكون برضو فيها كلية تمريض وكلية مهن طبية مساندة، يعني مختبرات وإدارة مستشفيات حتكون وصحة عامة حتكون أيضا متوفرة في تخصصات جامعة العقبة للعلوم الطبية إن شاء الله. تمام. وحيك في جامعة ثالثة قلت لي؟ الجامعة الثالثة الكلية الجامعية لطهي، دي مش بالعقبة، دي في عمان. تمام. وهي كلية مهنية جامعية متخصصة في الأمور بتتعلق في الطاقة. 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 الطاقة البديلة، الطاقة المتجددة، الطاقة الصخر الزيتي، إدارة موارد الطاقة. بتتعلق بالكهرباء. ده المستقبل.
ده المستقبل. ده التخصصات اللي فيها نقص كبير في جدا. سوق العمل محتاج جدا جدا. يعني الان المركبات الهجينه والكهربائيه حتكون هي المستقبل، خصوصا الكهرباء الكهربائيه. اكيد حضرتك سمعتي طبعا انه بعد فتره من حيمنع حنستبدل كل البطاقه النظيفه. فقدمت دبلوم وبكالوريوس في صيانه المركبات الكهربائيه والهجينه، بالإضافة إلى التسويق الرقمي وتخصصات تتعلق بالتكنولوجيا أيضا. ده أحدث ما يعني ما يمكن أن يدرس في هذه الفترة، لأن هو ده هو ده المستقبل. وده السعي من جميع الدول العالم. اللي فيه نقص كبير ستنا. يعني هذا فالأسرة الذكية بقى هي اللي تستفسر جدا جدا عن هذه الجامعة وتشترك فيها، لأن هو ده المستقبل وهو ده الـ يعني منطقة العلم اللي مش متاحة بشكل كبير. عايز أتكلم عن أعضاء هيئة التدريس. نعم. الاعتماد عليهم بيكون من خلال إيه؟ يعني تخصصات، يعني تخصصات الـ في كل هذه الجامعات، هل فيهم مثلا أساتذة من خارج الأردن؟ بالتأكيد. احنا طبعا الجامعه في حتى تحقق متطلبات الاعتماد لازم يكون عندنا عدد معين من اعضائها التدريسيه مؤهلين تاهيل عالي جدا وبرتب اكاديميه مختلفه، من استاذ لاستاذ مشارك لاستاذ مساعد، ويكونوا طبعا احنا بنشترط يكونوا مؤهلين وقادرين لانه هم اصلا راس مال الجامعه، ومستوى التعليمي اللي بيعكسوه بحققوه البحثي وبحققوه اعضاء التدريسيه. فاحنا عندنا حرص كبير جدا جدا عن انتقاء اكفأ الكفاءات الاكاديميه والعلميه، وطبعا دول مش محصورين في بلد معين، بتدور عليهم يعني بالشمع والفتيل زي ما بيقولوا. لا بيحصل. لا ما كانتش الجامعه حققت هذا المستوى العظيم بالزبط. وهذه السمعه الطيبه على مستوى العالم الحقيقه، العالم العربي كمان تحديدا، لو ما كانتش بتعتمد على اعظم كفاءات. بالظبط. هي ست راس مال الجامعه، لا هو المباني ولا هو اعضائها التدريسيه، هم راس مال الحقيقي. طب أنا فاحنا عندنا برضه يعني من اكثر من دوله، معنا حوالي من يعني اعضاء التدريسيين من 6 دول، ومنهم عدد لا باس فيه من جمهوريه مصر العربيه ايضا. جميل جدا جميل. طيب انا كأم برضه كأب، طبعا الشكل العلمي او المستوى العلمي ده اللي في الدرجه الاولى بالنسبه لي، لكن برضه يعنيني يعني فكره الاقامه. لما بنبعت ولادنا اوروبا او كده، طبعا حضرتك عارف اليورو وصل لايه والدولار وصل لايه، فالاقامه احيانا بتكون اعلى مليون مره كمان من مصاريف التعليم. فالاب والام والاسره بتكلفوا مبالغ باهظه بره التعليم. صحيح. يعني مش بدفع عشان اعلم، لا ده بدفع عشان ابني يعيش وينام ويقوم ويركب مواصلات وياكل ويشرب ويرجع. ويسافر. الجزئيه دي بقى تكلفتها هل في المتناول؟ لان احنا بلدين قريبين من بعض، لان احنا يعني سعر التذكره هيبقى بتاع مثلا الطيران هيبقى حنين لان البلد برضو قريبه لينا. صحيح. الاقامه بقى، وحضرتك موفر لابني كمان وبنتي اقامه داخل الجامعه. صحيح. هل بتبقى ببادجت يفوق الطاقه؟ يا ستي وخاصه يعني انا عارفه ان المستوى فندقي. صحيح. راقي جدا جدا. الاقامه شامله كامله، ابني مش هيحتاج يخرج بره جامعته. فانا هبقى مطمنه. تكلفة الدراسة في الأردن والإقامة أكيد أقل من أي بلد أوروبي أو أمريكا وكذا، لأنه طبعا بضل بلد عربي، وطبعا صار في صعوبات. أنا أصلا بتكلم في النقطة دي. لا دك بس هذه نقطة أساسية ستة. يعني بالتأكيد هي أكثر اقتصادية أو أقل كلفة من كثير من الدول المجاورة، والجامعة عندنا برضو يعني حرصت أنه تكون ما تتقاضاه لقاء العلم ولقاء الخدمات الأخرى غير التعليمية في متناول يد الجميع. فعنا إحنا لجان بتدرس وبتقرر، وفي مرات كتير أيضا بتمنح الطلاب المتفوقين خصومات يعني كمان. طبعا يعني طيب يعني كمان الدور باقي على ابني بقى أنه يذاكر ويجتهد ويبقى من الأوائل. الكرة في ملعبه يعني. إذا هو جاب معدلات عالية وكذا حياخد خصم 25 و50%. ما شاء الله. 25%؟ يوصل ل 25%؟ نعم، ممكن توصل ل 50%، واذا كان الاول او الثاني ممكن توصل 75-76%. ايه العظمه دي؟ عشان كده فهي ستة احنا بنركز جدا على التفوق العلمي. هو الاساس اللي عندنا. ما بدناش اي انسان ربنا اعطاه ملكه التفوق العلمي ينحرم لظروف ماديه. هاي يعني بتحس بنفسنا انه نشوف اي واحد ربنا اعطاه، لانه هذا راس مال لبلده. هاي الموهبة ربنا بطرحها في الناس حتى تأدي خير للبشرية كلها ولأهله ولبلده. مش هخلص اللقاء ده في 30 ثانية. هنقول برضو إن حضراتكم بتتكفلوا بكامل التعليم للطالب المتفوق والحائز على درجات عالية في آخر سنة،
وبتخلوه يعمل دراسات عليا صحيح. في الخارج على حسابكم صحيح. نقولها برضو على لسان حضرتك عشان تبقى موثقه. لا ده موثق 100% ستة متفوقين. الجامعه بتوفدهم في بعثات دراسيه لافضل الجامعات العالميه في امريكا واستراليا واوروبا وكندا، وبتغطي كافه نفقاتهم التدريسيه ونفقاتهم المعيشيه والحياتيه كمان كامله، وبتعطيه برضه عقد عمل زي ما حكيت لسيادتك انه يرجع ويشتغل في الجامعه وطريقه تدريسيه. يعني انا ضامنه لابني يروح يتعلم ببلاش في اوروبا وفي امريكا على حساب الجامعه، ياخد بوكيت ماني، ياكل ويشرب ببلاش، يرجع يلاقي عقد عمل جوه الجامعه في هيئه التدريس. طب انا عايز ايه اكتر من كده؟ اخر نقطه في ثواني، التنسيق هل متغير كل سنه ولا لو انا اتصلت بالارقام دي هقدر اعرف؟ لا الارقام دي مش حتعطيك المعلومات كامله، مش هتتغير يعني، مش هتتغير هتبقى ثابته ان شاء الله وموجوده دايما. باكد تاني على شهر 5 ان شاء الله يعني في مايو حنطلب من الكل يقدم طلبات حتى يحجزوا مقاعد ويحجزوا مكان اماكن للدراسه في الجامعه. طيب يا جماعه شهر 5 بغض النظر عن اي ظروف هنتصل كلنا بالارقام دي عشان نحجز مكان، لاننا لان هو عدد برضو محدد، فالدنيا يعني كل في هجوم كبير قوي قوي على الجامعه انهم يروحوا كل الطلبه يدرسوا فيها، ويا رب يوفق كل اولادنا. وزي ما قلت لكم الاستثمار الاهم في الحياه هو الاستثمار في تعليم اولادنا، تعليم عالمي. بشكر حضرتك، شرفتني وانستني. شكرا لك ست، انت اللي غمرتينا بلطفك ومحبتك وحديثك الايجابي عن الجامعه ومؤسساتها. لا الحقيقه يعني انا زي ما بقول لك انا غيرت ان انا خلصت تعليمي، بس يلا حظي بقى. احنا اللي خسرناك يا ست. لا سي يا فندم جدا، شرفتني وانستني. تسلمي تسلمي. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت، استنوني، لا مش استنوني خلاص الحلقه خلصت، استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم.